عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مهنيين بخير. المهم نشارك معكم بيتزا ان شاء الله يا ربي. بسم الله، عندي هنا معلقه ديال الزعتر، ها هو، عندي بويضره ديال الثوم، عندي نص معلقه ديال الخميره، نص معلقه ديال المليحه. المهم هادي عندي الدقيق فارينه صوبتو على يدي، ها هو راه زوين. عندي هنايا الفرص، ها هو. المهم انا ما كنعبرش، كندير عيني ميزانيه. عندي هنا عندي كاس ديال الزيت، نص بلديه ونص روميه. المهم دابا غنخلط هادشي، الملح الثوم بالزيت كلشي، هانتوما نخلط هادشي فارينا مع القمح مع الفرص، راه كتجي زوينه. انا كيعجبني داكشي بلدي. هانتوما هو خلط كلشي. دابا غنبسبسها بالزيت، المهم هانتوما خوتي خواتاتي. انا المهم بزبزتها بداك الزيت وداك القوام اللي درت، الثوم والملحة شوية الخميرة شوية الملحة. المهم هي دابا عندك الماء، نخلطها بالماء. هانتوما المشاهدين، هي كتبزبزها بالزيت باش ما كت المهم كت الزيت يدخل في الدقيق كامل، داك الزعتر وداك القوام كامل، وداك الفارينة اللي قلت لكم راه تبقى كتجي غزالة. كنصاوب بها المسمن، نصاوب بها البقرير، نصاوب بها كلشي، حتى المسمن تبقى كتجي بها غزالة. ومنتم اخواتي اخوتي، نخلط هاد العجينه ان شاء الله يا ربي، وهنا معاكم. تابعوني، الله يجازيكم بخير. انتم المشاهدين، انا جمعت العجينه ديالي، ها هي، عطيت ريحه الزعتر طالعه شهوه غزاله تبارك الله. المهم دابا نغطيها في الميكا ونخليها وندوز الماء. انا دزت المقادير المشاهدين. المهم عندي هنا فلفله، ثلاثه فلفلات خضرين، قليتهم في الزيت، شحرتهم في الزيت، شوية المليحة. المهم هنا عندي ثلاثة البصلات، المهم تا هي شحرتها، شوية المليحة، شوية الإبزار. عندي هنا الفرماج الأحمر، عندي هنا ربعة ديال اللحم تا هي معطرة عندي، شوية الزعتر. المهم انتم المشاهدين، عندي هنا مطيشه طماطم، المهم درت ثلاثه غيوز الثومه الربع، شويه التحميره، شويه الكمون، شويه الابزار، شويه المليحه. ودابا نخليها طيب تعسل حتى هي ونرجع مع المشاهدين ديالي ان شاء الله. نطلق ونغرفها. المهم هانتوما معايا المشاهدين، المهم هانتوما المشاهدين. المهم انا بديت تقراص، نبدا نقرص ان شاء الله يا ربي. انا ما عندي لا دلك لا والو، انا ما عزش عليا دلك ولا شي حاجه. المهم الحمد لله، الله يخلي لي الصبيعات ديالي. المهم كنقرص الصبيعات ديالي. هانتوما المشاهدين، راه بحال لي درت له الدلك. نبدا في الطاوات ديالي نصاوب رقيقين، نقدهم هانتوما. هانتوما الثانية، ان شاء الله من نقرصهم ندردر عليهم شوية السميدة، ما خصنيش نقرصها بيها.
نحط العجبن من فوق منهم السميده. ملي قرصتها عاد تشرب لي العجينه انتم المشاهدين. ملي كندهن القصريه غير بشويه ديال الزيت باش ما تلصقليش، ما هي راه ما تلصقش. انتم المشاهدين نكمل ان شاء الله ونرجع معكم. انتم المشاهدين المهم ني طافو، المهم انا درت له بلاصوص، دابا ندير البصله نزوقهم. انتم المشاهدين الفلفل زوينه كتعطي ريحه زوينه وطايبه ماشي زعما. المهم الفرمج ها هو تندخلهم للفراني يقربوا يطيبوا، وعاد ندير الفرمج ونولي ندخلهم المهم يسخن شويه الفرمج ونخرجوا الفرمج، ما كنديروش دابا المهم هو الاخر. انتم المشاهدين المهم ما طابوا، درت لهم الفرمج من الفوق حطهم لتحت شويه، المهم انا خرجتهم من الفران دابا نبدا نضرب البصل. انتم المشاهدين زوينين طلب اللايف غير هما الدراري الصغار هما الكبار. الفلفل راه معمرين، انتم المشاهدين اصبرونا، انتم الفلفل راه كبار العجينة. تبارك الله راه رطبة زوينة، كنتمنى إن شاء الله تجربوها وراها غزالة داكشي كلشي تبارك الله بلدي وزوين. وكنشكركم بزاف.